كل المسابقات كرة ملعوبة من الناحية اليمنى عن طريق عبد الرشيد. اللعبة الله 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 صايد ولا ايه؟ ايدلسون على يمين ودو دو 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 العرضية ولكن على طول فرصة كبيرة فرصة كبيرة لسه مستمرة خايف من ضربة الجزاء. برافو شيلو. Oh!
يلعب في المرمى، كان ممكن بسن الحذاء يلعبها. جانب اليمين الان اصبح كجناح ايسر، واللاعب الاخر اللي كان هو اللاعب بيرنان بيريز. شمال كرة عالية باتجاه فيتفا، فيتفا يقرب وحيدا حتى الآن من خط الأمام.